أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يزعم من المعاصرين بأن تكفير المعين من عباد القبور مسألة خلافية، ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟ هذا قول فاسد نتيجته الجهل بهذا الباب. وأنا أقول وأكرر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل الخطيرة إلا بعد أن يتعلم ويتبصر ويدرس العقائد دراسة صحيحة على أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا اضطره الحال إلى الكلام تكلم، وإن لم يضطر إلى هذا فلا يدخل فيه. هذا الذي أقوله وأكرره، أن هذا الأمر خطير جدا. والذي يفعل الشرك يحكم عليه بالشرك، والذي يفعل الكفر يحكم عليه بالكفر في ما يظهر لنا، ونطبق عليه أحكام الكفار. فلو مات لم ندفنه في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه المسلمون، نطبق عليه أحكام الكفار بموجب فعله وقوله. هذا الذي أمرنا به، إحنا ما لنا للظواهر، نحكم على الظاهر. وأما فيما بينه وبين الله فالله أبصر به وأعلم. إن كان معذورا يعلم الله أنه معذور، فهذا أمره إلى الله. نحن لا نحكم على القلوب، وإنما نحكم على ما يظهر لنا. فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بالكفر والشرك، وطبقنا عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر، سواء كان معينا أو غير معين. نعم.